السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انخفاض الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة القاهرة 2021. أعلن المجلس الأعلى للجامعات نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة القاهرة 2021، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة. وحدد المجلس الأعلى للجامعات الحد الأدنى لتنسيق كلية تجارة جامعة القاهرة 2021 72%، أي ما يعادل 298 درجة لطلاب الثانوية العامة. وتنفرد كلية تجارة جامعة القاهرة بوجود برامج تعليمية متميزة لمرحلة البكالوريوس مثل برنامج جورجيا، وبالتعاون مع جامعة ولاية جورجيا وكلية روبنسون لإدارة، والتي تضم التخصصات التالية: تخصص التمويل والاستثمار، تخصص التسويق، تخصص المحاسبة، برنامج العلوم الاكتوارية بالتعاون مع جامعة سيتي بإنجلترا ومعهد الخبراء الاكتواريين بلندن. تنقسم كلية التجارة إلى قسم المحاسبة، وهو الأساسي في الكلية، الذي يعمل على تقديم خدمات بحثية وتعليمية في المجال المحاسبي والمالي. قسم إدارة الأعمال الذي يقدم العديد من الخدمات التعليمية والبحثية التي تؤهل الخريج إلى المستقبل من إمكانية إقامة المشروعات المختلفة بصورة صحيحة. قسم الرياضة والتأمين الذي يمكن للطالب من خلاله دراسة التحليل الأحصائي وتصميم التجارب، ومن خلال دراسة الرياضة والإحصاء والتأمين. قسم الاقتصاد، وهو ما يمكن الطالب من الحصول على خبرة عالية في مجال خدمة المواطنين من خلال دراسة مبادئ الاقتصاديات، النقود والبنوك، وكذلك التجارة الخارجية. شروط الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية: يتم قبول الطلاب وفقا لتنسيق لكل عام، وبعد ذلك يتم سحب ملف من إدارة الكلية شريطة أن يكون الطالب حاصلا على 80% على الأقل من درجات اللغة الإنجليزية، ويتم المفاضلة ما بين الأعداد المتقدمة وفقا للمجموع الاعتباري بعد ترتيبهم للوصول إلى العدد المطلوب من الكلية. يعني الحتة اللي فاتت دي يا جماعة، إن هو اللي عايز يدخل تجارة إنجليزي يبقى جايب في المادة الإنجليزي 80%، هيقعد هما ياخدوا الأعداد اللي هما عاوزينها لغاية ما يستكفوا، بيختاروا بقى الأعلى، فالأعلى فالإيه فالأدنى. يعني الأوراق المطلوبة لتقديم لكلية تجارة جامعة القاهرة بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مراحل من مراحل التنسيق: يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني والتوجه إلى كلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده. على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة للتقديم، والتي جاءت كالتالي: الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح، 6 صور شخصية، شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها، نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب. نموذج 2 جند ده يا شباب، اللي هو انت بتروح منطقة التجنيد وبتجيب النموذج 2 جند ده، ان انت يعني حاجات روتينية، يعني ان انت ما انتش مطلوب للتجنيد. شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط. ربنا ينجح اولادنا الطلاب. اشكركم. ما اشتركش في القناة، اشترك في القناة ويفعل الجرس وتعاملنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.